السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا في داري اخيرا ماشي اخيرا، يعني ما بين اخيرا ما بين يعني جيت من بين يعني خليت الدار ما هيك، يعني اللي في الغربه راه يحس بيه اكيد كيكون شعور مختلف ومختلط. المهم خلينا من هذا الكآبة. جبت لكم واحد الطريقه اكيد بزاف اللي عارفه، ولكن واحد الطريقه مضمونه باش تخزني الطماطم المفضله لمده طويله بزاف. يعني انا عارفه كلشي كيعرف يقادها، ولكن بهذه الطريقه هذه كتخليها كيف ما هي، ما كتخسرش مده طويله. المهم الطماطم خاصها تكون طريه او طايبه كيف ما كنقولوا. نجيبو الطماطم بحال هكايا، كنقطعوهم هكايا من الوسط، يعني بحال هكايا، نقطعو هاد الكمية كاملة هاد الصندوق هذا. المهم أنا غير درت لكم كمية صغيرة باش تعرفو، لأن باش نضيق الوقت وباش منبقاش نكثر عليكم تنسالي كلشي وهذا، المهم نديروها شوية وهادي. المهم تنكملو هاد الكمية هادي كاملة وكنحطوهم في حلة ونستفون في الحله بحال هذه مثلا جميله، ولا حله المهم على حسب الكميه اللي غادي تشد لك. ممكن تستفوهم كلهم بحال هكايا، كنشعلوا لهم النار، نار تكون مهيله، ما كنزيدوش كاع نهائيا الماء، كنخليوها بحال هكايا غير هما هادو. انا ما قطعتش لاننا ديجا وجدت وحده لانها خاصها تبات ليله، بين ما بردات من احسن كل ما بات ليله، ماشي كتبرد شويه تمشيو تطحنوها، لا تبرد ملي كتبات ليله. نقصت لكم الموضوع استسمحني، كتبات ليله كتكون كتطلق هذيك لا كريم ديالها، كتحسي بها انها مصبره فعلا، كتكون مزيانه ملي كتبات تطحنيها كتكون مزيانه. المهم كنرجعوا نكملوا الطريقه بسيطه، كتسخن كلهم كيف ما قلنا، كنشعلوا لهم النار تكون مهيله، ما كنزيدوهم ولا نقطه ميه ولا قطره ديال الماء، كنخليها كتغلي. ملي كتغلي كتلقايها بانها بدات كتطلق هذاك الماء مره ضغطي عليها بهادي او معلقه او فرشيطه، المهم ضغطوا عليها باش تطلق هذاك الماء ديالها، كتساعدوها مره حتى تشوفوها صافي دارت الماء ديالها، كتخليوها كتطبخ كدير. اكيد اي وحده كتكون كديرها الطريقه ديال الطماطم او المربى كتكون كتلق واحد الرغوه، ديك الرغوه كتخليها ملي يعني ديك الرغوه كتخليها شويه حتى تتحيد صافي، كتحسي بها طابت مزيان يعني استوت مزيان، كتطفي عليها كتخليها ليله كامله او نهار كامل، بدات الصباح تخلي حتى الليل، قلتيها بلي تخلي حتى الصباح، يعني حنا درناها بالليل خليناها حتى بعد غادي نطحنها، ما كانش عندي الوقت باش انني نصور قبل هاد الوقيته، هذا علاش. المهم هذا مكان يعني كنحيدو هاد الشيء اللي عندنا هنايا، وكندوزو نوريكم كيفاش كتكون من بعد ما طابت وبردات. هاي البنات ليله كاملها كيفاش كتكون بدات تبرد مزيان، عاد ديك الساعات يمكننا نطحنوها. وحاجه واحده اخرى قلت لكم باش ما بردات مزيانه، يعني ما غاديش تخسر لكم، ما غاديش يعني هذيك الطماطم كتولي فيها واحد حاجه كتكرهها نتوما شفتوا، يعني ما يبقاش غير ما بوحديته يعني كيكون ما عرفش كيفاش نقولها لكم، يعني بحال شكل لا كريم كتخرج منها او النشا ديالها او ما هادشي. المهم غادي نطحنوها كل واحد كيف ما بغى، يعني انا طريقتي غادي نطحنها
في مطحنة اليدوية ديال زمان، واللي طحنها بالمولينكس او هذاك الروبو ولا طحن او شو اسمه طحن هذا بالخلاط الكهربائي ولا هذا خاصو يصفي. هذه حنس فيها منها كتصفى منها كطحن، كنديرها في هاد الرقيقه يعني اللي عنده هذه يديرها في هاد الرقيقه. كاينين ثلاثه، كاينه هذه الكبيره وكاينه هذه المتوسطه، يديرها في الرقيقه باش تصفي لي مزيان، لان اللي كيخليها مده طويله في الثلاجه وما كتخسرش هو هذاك البيزر ديالها ما كيبقاش فيها هذيك الجلده. البيزر كاين اللي كيطحنها بحال هكا ياك ويعبيها في الكياس ويحطها فلا، من بعد مع المده ما كتبقاش، كتولي كدير واحد المغلظه ما كتبقاش مزيانه، ما كتفساد يعني مده طويله، ما كتعيش في الثلاجه مده طويله. لهذا السبب اللي كيخليها هو هذا البيزر ديالها. هذا خاصو ضروري نحيوه، ضروري نصفيه، يا يعني اما نديرو مولينكس. كثرت عليكم بالهضره استسمح، ولكن خاصني نوصل لكم هذه المعلومه. نديرو مولينكس او الخلاط الكهربائي ونصفيوه في الصفايه، او نديروها اليدويه اللي بغا اللي بغا طريقه، كل واحد وطريقته كيفاش غادي يدير. غادي نجيب انا هذه، بسم الله. حاجه واحده اخرى، ديروا الملح، لان الملح هو اللي كيخليها ملي كتخرج من الثلاجه كتديكونجلا بالزربه، ملي كتخرج من الكونجيلاتور او الفريزر كتديكونجلا بالزربه، ماشي بحال يعني الملح كيخليها بالزربه كتذوب. كيف ما قلت لكم اللي بغى يدير الخلاط الكهربائي ضروري يصفي. هانتوما البنات، كتخرج لينا هي هكايا، و إلا شفتو تخرج لكم الكاميرا القشرة ديالها والبزر ديالها، ها هو في كيبقى هنايا مكيدوزش، مكدوزوش هاد مولينكس قدام هاد المطحنه اليدويه. يعني كضربي عصفوره بحجر واحد بدل ما غادي تطحني وتعاودي تصفي، ديريها لعندك علاش منها نتحركوا حتى يدينا. وهاد الطريقه هذه كانت زمان، كانوا الناس كيطحنوا بها من زمان، يعني هذا ما كان مهم. انا غادي نكمل هذا الباقي هذا ونرجع لكم. صافي البنات، ساليت هكايا هادشي كلشي اللي كيبقى غير القشر ديالها والبزر. ساليتها يعني شو شنو كيبقى، كيبقى هنايا غير عشر إذا عشر بين ولا كيبقى هنا غير البزر والقشر ديالها هو اللي كيبقى في هاد الليلة. كيف لكم اللي بغيتو ديروا الخلاط الكهربائي عاودوا فاش كنحطها هي فاش كتهز هاد الماد اللي هنا، عاودوا صفوها من احسن. صافي باش نبقى نفرس على باش ما ينزلياش هذاك، اذا كان شي بزر صغير ممكن يفلت من هاد الثقب الصغير. هذه هي لاصوص، كاين اللي كيخلى بحال هكايا ويعاود يحطها على النار، لا الطريقه الصحيحه شتي انتما خرجوا لي شويه من هذا الاخر ديال البزر غنحيدهم، غنحيدهم ناخذو في الكيس الاولاني شي مشكل البلاستيك الاولاني غادي نستخدمها. قلت لكم من احسن هكا الطريقه هذه الصحيحه ومضمونه تعيش معك حتى العام عام ونص هكا في الثلاجه في الفريزر او الكونجيلاتور.
غادي نعبيهم دابا كملك كياس على قدك اللي غادي تجبدي وتستعملي ماشي تجبدي وتقطعي وتعاودي تدخلي لا ديري كياسه بلاستيك صغيرين على حسب الاستعمال واحد ولا يعني الحركه استعمال واحد يجيك مزيان من احسن بدل ما ديريه في بلاستيك كبير وتعاودي تجبدي وديكونجلا وتقطعي هذاك غلط غادي نجيب هذوك البلاستيك اللي هما ديال الفريزر ديال الكونجيلاتور ورجع انا بالنسبه ليا غندير هذا القياس هذا البلاستيك اللي هو ماشي كبير حيت كاين كبير كاين صغير هذا القياس هذا بالنسبه ليا مزيان استعمال واحد الا بغيت نزيد ماشي مشكل احسن غادي نعبي على حسب الشومايا اللي بغيتو هادو جمعت فيهم هذا البيزر تقريبا اللي طاح كله باش هو غادي نستخدموه ومن الأحسن نعملو في نعبي في باش ما يتكفيناش هاد الماية هادي ضروري من البيتيزات في المطبخ كفاية كدا يعني انتم ديروا الحجم اللي بغيتوا قيس اللي بغيتوا انا بالنسبه لي هذا مزيان ما غاديش نجي نسد من هذه البلاصه هذه لا غنفوت غنخرج الهواء شد من هنايا هذه البلاصه هذه غنخرج الهواء ومن بعد غادي نسد وانا كنطلع الفوق بحال هكايا نخليهم هكايا باش يجيوني وحده فوق وحده ملي نحطها في الكونجيلاتور بحال هكا نعاود معكم وحده اخرى هذه اللي لقيتها هي مزيانه ليا لهاد لا شوفوا نتوما الحاجه اللي تلام لو توالمكم باش تحطوا هاد السنته باش ما باش يجيكم سهله هاد ديال العصاره هي لقيتها انايا موتيه معاه باش كيدير ماشي استنى واحده كده نزود نزود ولا ماشي صافي انا غادي نكمل هاد الشيء اللي باقي كيف لكم كنرجعو هكايا للو كنخرجو الهواء من مزيان بحال هكا غنكمل انا هادو لي باقيين ورجع لكم وهدا هو البنات يعني تقريبا هنا كيلو كيلو خرج ليا هاد الكياس يعني راه تبارك الله يعني يعني كيلو من الطماطم خرج لي 4 ديال الكياس من طماطم صلصه الطماطم هذا ما كان هذه فكره ديال اليوم نتمنى انني فدتكم يعني باش انا كنستافد كنفيدكم بها كنتو حاجه واحده اخرى كنقولوها هي بالنسبه للحاجه اللي كتصايبها في البيت من احسن يعني بكثير بكثير من اللي كنشروهم على برا واخا حنا مع بين قوسين مع
غيكذب عليك الكذاب اللي غايقول لك عمره ما خداو لا صوص طومات من على برا. انا شخصيا كناخذ اللي كنكون مضطره، ولكن شي حاجه اللي كانت عندك في الدار صحيه وعارفه قدها بايديك كتكون احسن بكثير من ديال برا. نحاولوا ماشي غنقولوا غادي نحيدوا ولا غادي نقاطعوا المواد اللي كتباع على برا، وهذا الشيء نحاولوا نقصوا منهم، نحاولوا نقصوا على قد ما نقدر، نحاولوا نقصوا منهم. كل ما كانت عندك فرصه ولقيتي، يعني انا بالنسبه لي شرينا هذه، راجلي مشى قدا يعني قبل ما نجي خدا الطماطم، ومن ديك لو طون هذيك الفتره بدات كثره، خديت انا هذاك الشيء اللي منها طري، هو فرصه استفدت به، درنا به هاد الصلصه الطماطم، منها نقصوا شويه من المواد الحافظه، لان هي ولات غير مرض امراض وما كنعرفوش شنو كناكلو. هذه غير مجرد يعني ملاحظه او استفسار، يعني هذا مكان هذه هي لاصوص طومات او صلصه الطماطم بالطريقه الصحيه، الطريقه مضمونه، تعيش معك كيف ما قلنا في الكونجيلاتور حتى العام عام ونص بالطريقه هذه. نتمنى انها تعجبكم، ودائما كنقولها قبل ما كنختم الفيديو، شكرا للدعم ديالكم، تشجيعاتكم يا، وسمحوا لي بزاف الى قصرت معكم بالنسبه للتعليقات، يعني غير التعليقات يعني هي اللي ما عند خاني الوقت، ما عنديش الوقت باش انا نعلق، انا اللي كنخلي كيف قلت لكم كنخلي هذا القناه ديال اي وحده شغال الفيديو ديالها شغال هكا كيخدم، وكندير لايك، غير التعليق هو اللي ما كنتش كنعلق، ما كانش عندي وقت. حاجه واحده اخرى البنات، بالنسبه للفيديو اللي كان قبل هذا اللي جبت معايا الحاجات من المغرب، وقلت لكم كيفاش كنحفظ سميتو كنحفظ يعني كيفاش تحافظي عليهم باش اغراض باش ما يتهرسوش لكم، كنت بغيت نقول لكم بان هذاك الطاجين يعني لمده يومين هو كيكون منقوع ماشي ساعتين، وبالنسبه انك تودكيه او تدربيه باش كتحط فيه الطماطم والبصل تقريبا ساعتين ساعه ونص على نار خفيفه والزيت، يعني هنايا تلفت سمحوا لي جيت مقلوبه وهذا تلفت، يعني باش تخليه في الماء احسن تخليه يومين. هذا ما قال لي هذاك الراجل اللي عنده هذاك المقهى اللي عنده الريستو، يومين وساعتين او قل ساعتين، يعني ما يعني الاكثر شيء هو ساعتين، هو كيتودك فوق النار على نار مهيله، طماطم وزيت وبصل صافي باش يبقى دائما كي ما يحرق ليكش، ما يشيطش، ما يتهرس، ما والو. هذا هو هذا مكان كان بغيت ملاحظه بغيت نقولها لكم، هذا مكان. شكرا الدعم ديالكم، شجاعتكم ليا، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.